دي قصيدة صعبة جدا، وفي النص ال شفتي الكروان؟ الكروان ده صعب جدا. يعني انت مختارة الطريق الصعب، يعني ناس كتيرة بتغني اسهل من كده الحمد لله، وتطلع ترند في راب، في اشكال جديدة، في راب وفي تراب، وفي ناس ما عندهاش صوت خالص بتطلع تغني، في مهرجانات ما لناش دعوة بيها، بس في ناس بتغني اسهل من كده. انت مختارة الطريق الصعب، انت عارفة انك مختارة الطريق الصعب؟ عارفة، و هو الصعب بس الصح، الصعب في الزمن على ده. يعني في الزمن ده اللي هو عدد اللي بيسمعوا، انا مش عارفه هل الناس بقتش بتسمع حلو، هل هم عايزين الاسهل، هل المطربين عايزين الاسهل، المؤلفين الملحنين كمان عايزين الاسهل. هقول لك على حاجه، لو الناس مش عايزه كده ما كنتش طلعت اصلا، ما كانوش شاور عليا اساسا، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان لا تخني تبقى عندي في الفيديوهات اعلى ريت من اي اغنيه تانية انا مغنياها، دي غريبه قوي، يبقى الناس مش عايزه كده. لا، في ناس ما بيتكلموش كتير، في ناس مش طول الوقت على الوش، مش طول الوقت هم اللي صوتهم عالي. بيقول لك الله المهرجانات دي حلوه قوي، لا مش هم دول اللي طول الوقت موجودين، هم موجودين بس صوتهم مش عالي مش اكتر. وهو المهم ان احنا نسمع الناس كل الاشكال، ونسمع الناس الصوت الحلو، لانه الناس من كتر الاصوات اللي مش حلوه ساعات خلاص ذوقها بيتعود احيانا. بالظبط، ما انا بعتبر نفسي من حفظه التراث، بعتبر نفسي من الناس اللي بحاول على قد ما اقدر طول الوقت ان حتى لما باجي اختار اغاني خفيفه تبقى فيها حاجه قديمه، فيها صوت، فيها استعراض لصوتك، فيها كلمه الجميل حلوه، وفيها كلمه حلوه، فيها لحن حلو، صحيح، وفي نفس الوقت كمان حافظ على الموسيقى الشرقيه اللي هي طلعت من عندنا اصلا، اللي من الاساس طلعت من انا نفسي. انا سعيده وفخوره انك يعني فتاه شابه في عمر ياسمين من حفظه التراث ومن حفظه الموسيقى، وعندها رغبه واصرار انها تكمل في الطريق ده.